تم افتتاح هذا السوق الخيري الذي يتم توزيع به المواد الخضروات للناس مجانا للناس النازحين والذي تركوا محافظتهم نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي. فهاي مساعدة من شركتنا لهم بهذا الشهر المبارك أنه من كل فرد يأخذ من كل مادة 4 كيلوات ويصير تقريبا بشهر 35,000 طن من المواد. ليركو أنا تشارجر أشياء كذي تخيل حتى بسنوي رمضان وكو طماطة خيار بطاطا بياس هركس شيء دي صار على قشط خوي دبا ودروا. والله يعني كسبوا ناس نازحين هواية يعني ما قصروا خطوة ممتازة وناس يعني ناس هواية قريب كردستان بنازحين هواية فناس تعبانة فكسبوا الناس يعني أجرب الناس خطوة حلوة جيدة.